مشاهدي قناة جو تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا المدينة تزامنا مع بداية الأسبوع، الناس اللي في مدن مغربية أخرى شاركوا معنا في التعاليق كيف دايرة الأجواء في المدينة ديالكم، كيف ما كتشاهدوا معنا بحكم أننا في مدينة اقتصادية الناس كاملين خارجين ومتوجهين لمقرات العمل ديالهم. نتمنى إن شاء الله هذا النهار يدوز عندكم بأحسن الأحوال، وهذا الأسبوع أيضا الله يسهل عليكم والله يعاونكم. كيف ما كتشاهدوا معنا الأجواء، حنا الآن في منطقة ديال المعارف، غنمشيو للسونتر فيل، الطريق كاملة كتكون عامرة وكتكون فيها واحد لومبوتياج، خاصة أن الشوارع ديال كازا معروفة عليهم أنهم تيكونوا عامرين على طول اليوم، ولكن كيكون واحد الاختناق، واحد الاكتناق كيكون غير في أوقات الذروة، وهادشي كنشاهدو كاملين، يعني الناس اللي كيخرجو في وقت واحد مثلا 8 ولا 12 ولا 2 ولا 6 راه الطريق كتكون عامرة ديال بصح. تما كيف ما كتشاهدو معنا حنا الآن في منطقة ديال الدرب غلف، وهادي هي الأجواء الصباحية ديال مدينة الدار البيضاء. كاين مشكل ايضا في مدينة الدار البيضاء، والا وهو ازمة النقل. هذا المشكل كتعاني منه كازا بزاف، يعني واخا يكونوا كاع لي مويان ديال الترونسبور، ولكن ديما كيبقى عندنا هذا المشكل ديال ازمة النقل. ما كنلقاوش الترونسبور، يعني كنشوفوا لي بوس كيكونوا عامرين، الطاكسيات تيكونوا عامرين، الترام تيكون عامر، يعني كاع لي مويان ديال الترونسبور تيكونوا عامرين، بحكم كيف ما قلنا اننا في مدينة اقتصادية ومدينة اللي كتعرف واحد الحركية كبيرة وكبيرة بزاف. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه اجواء بداية الاسبوع، احنا نهار الاثنين، يوم الاثنين كنتمنى ان شاء الله الاجواء تدوز يا ربي، ولا نهار يدوز باحسن الاحوال، وكنتمنى ان شاء الله الاسبوع ايضا مكتلقاش بلاصه نهائيا ديال ستاسيونمون، وبحكم ان هاد البلاصه فيها مقرات ديال العمل بزاف، ديال البيروات الشركات، الناس كاملين كيستعملوا سيارات تاعهم، مكتلقاوش نهائيا بلاصه ديال ستاسيونمون. مشاهدينا كنتو معنا من شوارع العاصمة الاقتصادية تزامنا مع بداية الأسبوع، الطريق اللي كتكون عامرة وعامرة بزاف، ودوينا أيضا على مشكل ديال ستاسيونمون اللي ما كتلقاش نهائيا شي بلاصة فين ستاسيوني في كازا، وأزمة النقل. وهنا مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم، نتلاقاو في بث مباشر آخر، موضوع آخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك، وكنتمنى إن شاء الله الأسبوع يدوز عندكم بأحسن الأحوال.